بسم الله الرحمن الرحيم. إن جمعية التعليم والتربية والتعاون الاجتماعي لتركستان الشرقية منذ أن تأسست سنة 2006 تولى اهتماما بالغا بتعليم وتربية أبناء الجالية التركستانية المقيمة بإسطنبول، فترعاهم صغارهم وشبابهم وشيوخهم ونساءهم تعليميا وتربويا وتثقيفيا، فترتب لكل من هؤلاء برنامجا يتماشى مع سنه وجنسه، فتنظم لهم في مقر الجمعية وفروعها حلقات قرآنية ودروسا أسبوعية تعليمية وتربوية واجتماعات شهرية تثقيفية لكل من الرجال والنساء والشباب والفتيات. وكذلك تقوم كل سنة في العطل الصيفية بإقامة دورات لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه وتربية الشباب على مبادئ الإسلام وأخلاقه حتى يكونوا نواة صالحة للمجتمع في المستقبل. وقد أقامت إلى اليوم في 3 مدن كبيرة من مدن إسطنبول 4 دورات صيفية على مدى 2 شهر من كل سنة، وبمشاركة أكثر من 100 طالب وطالبة من طلاب الابتدائية والإعدادية والثانوية في كل دورة. وتقام في نهاية الدورة مسابقة قرآنية وعلمية، وتوزع على المتفوقين جوائز قيمة في الحفل الختامي الذي يقام بمناسبة تكريم المتفوقين وتشجيع المشاركين فيها، ويحضره جمع غفير من أهالي إسطنبول. ومنذ سنة 2007 قامت الجمعية بفتح 3 مدارس تمهيدية على هيئة رياض الأطفال في 3 مدن من مدن إسطنبول، يدرس فيها أطفال يتراوح أعمارهم ما بين 4 سنوات إلى 6 سنوات، والهدف منها أن يتربى الطفل على المبادئ والآداب الإسلامية قبل الالتحاق بالمدارس الرسمية، إذ أن من أهم برامج هذه المدارس أن الأطفال يتعلمون فيها قراءة القرآن وتجويده، ويحفظون على الأقل جزءا من القرآن الكريم إلى جانب ختم القرآن قراءة، كما يتعلمون فيها اللغة التركستانية وحروفها إلى جانب اللغة التركية، ويصل عدد الطلاب في هذه المدارس 3 إلى 100 طالب وطالبة، ويدرسون من 9:00 صباحا إلى 6:00 ظهرا على مدى 5 أيام في الأسبوع، وتقوم على تربيتهم 12 معلمة متفرغة للعمل في هذا المجال. ونظرا لكون أغلب الجالية التركستانية في تركيا تعيش في ظروف اقتصادية صعبة، لا تتقاضى الجمعية من زوي الطلاب أجرة على هذه الخدمات التعليمية، لأنها لا تهدف من هذه الخدمات إلا إلى تنشئة جيل صالح قادر على القيام بما يناط به من المهام. لذلك نرجو من إخواننا المحسنين ممن يرغبون الإسهام في العمل التعليمي والتربوي أن يتعاون معنا حتى نتمكن من أداء هذه الرسالة النبيلة معا. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمعية التعليم والتربية والتعاون الاجتماعي لتركستان الشرقية.